نرجع بقى نكمل كلامنا عن النادي الاهلي. نظمت لجنه الطفل بالنادي الاهلي طبعا بالتعاون مع اللجنه العليا للجان والاداره التنفيذيه للنادي، نفذوا ونظموا ندوه عن تعديل السلوك لدى الاطفال، وعملوا ورشه عمل للاطفال في فرع النادي الاهلي في مدينه نصر. هنشوف مع حضراتكم ونتعرف على اكثر من يعني تفاصيل اكثر من كده بكثير من خلال هذا التقرير، ونرجع بعدين نكمل كلامنا. اتفضل. والله احنا دايما لجنه الطفل بالذات الشغل بتاعها بيبقى فيه قبول عليه جامد، لان اولياء الامور بيبقوا مبسوطين ان في حاجه لاولادهم، اللي حاسس ان ابنه ناقصه حاجه او حاجه بيحب يعملها بيجي يشتغل معانا في الانشطه دي. فالحمد لله يعني دايما بيبقى فيه قبول من الاعضاء وفي اقبال، واحنا شايفين هم تقريبا عدد الاولاد اللي ورايا ده كان في قده تقريبا مره كمان، وما قدرناش عشان الاجراءات الاحترازيه والتباعد الاجتماعي. احنا عموما في اللجان بنشتغل على نجاح الايفنت، يعني لو الايفنت ناجح بنكرره في الفروع الثلاثه، وممكن كل ثلاث شهور نكرره تاني. فده واضح انه من الايفنتات اللي لقت قبول، يعني هنبتدي يعني نشتغله تاني في الجزيره وفي الشيخ زايد. يعني زي مثلا متجر الطفل ده اتعمل في الشيخ زايد وعمل نجاح جامد جدا. لما رحنا الجزيره كنا خايفين ان الناس ما تكونش عارفاه لانه اتعمل في زايد بطلب من الاعضاء. في الجزيره لما رحنا الناس اقبلت عليه اكتر بكتير كمان، وكان يوم موفق جدا يعني. فان شاء الله في خلال اسبوع ولا 10 ايام كمان هنعمله هنا في مدينه نصر، ويبقى دي ثالث نسخه منه، ونرجع نكرره مثلا كمان 3 شهور او حاجه. هو دايما لجنه الطفل بنهتم اول حاجه ان احنا بنساعد اولياء الامور على مشاكل الاطفال اللي احنا بنقابلها في العصر الحالي، وخصوصا في التطور السريع اللي موجود على السوشيال ميديا وموجود في التربيه والاحتياجات الخارجيه وكده. فبناء عليه احنا عملنا قبل كده ندوات عن التربيه الايجابيه، وعملنا ندوات عن التنمر وازاي الاطفال بتقابل مشاكل كتير مع اصدقائها عن التنمر في المدارس وفي النادي وكده. احنا كلنا كامهات بنشتكي ان الولاد عندها مشكله في اداره الوقت، قد ايه الولاد مش قادره تعمل ترتيب ليومها، ان هو يهتم بمذاكرته زي تمرينه زي نومه واكله، كل حاجه يبقى ليها اداره في الوقت. ان هو يتعلم النهارده معانا اهميه الوقت، ان هو مش لازم ينام مده كبيره جدا، ودي تيجي على تمرينه وتيجي على مذاكرته. هي اللجنه العليا للجان هي اللي بتقرر اي ندوه او اي حاجه بتتم عن طريق اللجان. لجنة الطفل بصراحة شغالة شغل يعني شغل جميل جدا، شغالة مع الأطفال من أول السلوكيات لغاية التنمر. عملنا كذا ندوة، أول ندوة كانت عن التنمر، تاني ندوة ديت عن سلوكيات الأطفال. الأول أنا تخصصي أصلا إن أنا أخصائية تعديل سلوك الأطفال والمراهقين، فبالتالي ردود فعل الأطفال هيبقوا مبسوطين جدا إن هم بيعملوا حاجة بإيديهم. يعني دايما الطفل بيحب يشتغل أي حاجة بإيده ويطلع نتيجة، فدي من الحاجات اللي بتسعد الاطفال، وهو ده الهدف، ان الطفل يحس ان هو يعني في حاجه عملها وفي منتج طلع بايده. الورشه بتاعت النهارده فعاليات ان انا هعمل ساعه للاطفال عشان يتعود ان هو ينظم وقته، يبقى عارف ان كل حاجه ليها وقت، النوم ليه وقت، الرياضه ليها وقت، اللعب ليه وقت، الراحه ليها وقت، المذاكره ليها وقت، فبالتالي يبقى متعود وعارف ان في حاجه اسمها نظام ووقت واداره للوقت. مشكله الوقت طبعا احنا ككبار احنا لو احنا ما نظمناش نفسنا وقدرنا ان احنا نتحكم في الوقت وقدرنا نتحكم في حياتنا وفي جدولنا، فبالتالي برضو احنا مش هنقدر نعمل ده مع اولادنا. الاول عملنا ساعه اللي احنا ننزل البيسين، وبعد كده لما خلصت الساعه طلعنا ولعبنا بلعب البول ساعه. احب العب مع اصحابي واقعد في النادي. اليوم جميل ونفسي اليوم ده يتكرر كل يوم. هو كان جميل قوي وانا استفدت منه ان انا انظم يومي وان انا اصحى بدري، ان انا ليا وقت العب واكل واذاكر كل حاجه. يعني استفدت ان انا ما امسكش الموبايل كتير. شغل حقيقي محترم من اللجان المختلفة في النادي الأهلي، وتحديدا اللي هنتكلم كمان لجنة الطفل. وحلو جدا ان انت تعمل يعني أنشطة تثقيفية كمان للأطفال من هم صغيرين علشان يبقى عادة بعد كده طبعا لما يكبروا طبعا.